مع أصحابي المغامرين الأبطال. أهلاً ومرحباً بكم في مدينة أفطنف، ولسه مع بعض مكملين في مدينة أفطنف. برافو جداً لكل الأبطال اللي عدوا معانا أول 3 مستويات، وهنفتح النهاردة مع بعض المستوى والبوكس الرابع ونعرف هنروح فين. إيه ده؟ إيه المكان اللي كله نور ده؟ يا عيني، خلوا بالكم يا أبطال، إحنا لازم نعرف هو إيه المقصود من النور الفظيع ده. أيوة افتكرت، عارفين النور الجميل ده بيفكرنا بإيه؟ بيفكرنا إن القيامة هي اللي نقلتنا من الظلمة للنور، وإن بابا يسوع هو مصدر النور في حياتنا زي ما قال في الكتاب المقدس عن نفسه: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة، يوحنا 8:12. ومن رموز بابا يسوع هو شمس، شمس البر والشفاء في أجنحتها، ملاخي 4:2. بابا يسوع يا أصحابي هو الشمس اللي نورت حياتنا كلها، نور شديد قوي. بابا يسوع بعد موته على الصليب نزل الجحيم عشان ياخد نفوس الأبرار اللي هم الناس الكويسة اللي ماتوا وكانوا حلوين، بياخدهم معاه الفردوس، مكان انتظار الأبرار اللي هيدخلوا السماء. وبكده السيد المسيح نقلهم من الظلمة للنور. احنا كمان يا أصحابي كل ما نسمع كلام بابا يسوع اللي قاله لنا في الكتاب المقدس ونسمع ونعمل بالوصايا هنبقى منورين على طول. عاوزين دايماً كل الناس اللي حوالينا يشوفوا المسيح فينا، ونفضل دايماً أولاد وبنات النور. وجي دلوقتي معدنا مع سؤال حلقتنا اللي هيكسبنا الحد الرابع من أحد الخمسين المقدسة، بيكون اسمه أحد القيامة ولا أحد الاستنارة؟ يلا بسرعة نجاوب ونبعت الإجابة في رسالة على صفحة كاتدرائية الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بساحل تحت فيسبوك، واستنوني نعدي المستوى الخامس مع بعض في مدينة أفطنف. باي باي.